من أعظم الفوائد في قصة إبراهيم عليه السلام شدة التوحيد وقوته، وأن إبراهيم عليه السلام كان مع الله يناطح أمته أجمعها، الأمة كلها كان بناطحها، كان معه منه أكان معه ذل، إن لم يكن معه أحد إلا ربه تبارك وتعالى. شكده أنت إذا بقيت مع الله ما تلاوس، ما تخاف من ذل. البلاوي الواقعين فوقنا نحن دي من الغلاء والمصائب والفتن بنمرق منا إذا لجأنا لربنا سبحانه وتعالى. إن إبراهيم كان أمة، قال العلماء الأمة الرجل الجامع لصفات الخير القدوة. ربنا قص هذه القصص لإبراهيم عليه السلام في القرآن حتى نتأسى به عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الفوائد براءته من دين المشركين. ربنا قال قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ليه يا أخوانا؟ لأن العبدون مع الله ما عندهم حاجة مع الله. ربنا قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما. دحى الكثير من الناس بيقول يا الله اديني ولد، وده كويس الهينة ده من البداية بيبدأ كده، ده كويس، ده أحسن حالا من ناس كتار مع أنه واقع في الشرك، شركه ده أقل من شرك ناس تانين. في ناس من البداية بيقول لك كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي، ده ربنا قال فلما آتاهما صالحا، قال يا الله اديني ولد تامي. ربنا لما أداه ولد تامي ربنا قال فجعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ يا أخي الله قال لك ذيل ما بيخلقوا مع الله حاجة. زيد بن عمرو بن نفيل كان من الناس على دين إبراهيم في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم أدركه قبل الوفاء وقال رأيته في الجنة قبل البعثة. كان بيقول لناس قريش بيقول لهم الشاة الغنماية دي خلقها الله وأنبت لها العشب وأنزل لها الماء تذبحونها لغير الله؟ قال لهم ربنا بهايمكم دي بنزل لها الموية وتأكل يوم واحد، ما في واحد مرة قولوا فاتورة بتاعت قش أكلته الغنماية حقته ولا البهيمة حقته؟ ما في ربنا بيديهم. بعد ما الواحد ربنا أنعم عليهم بدل ما يشكر الله يقول لك والله يا نحن ما شيوخنا ديل الله يبهايمنا دي كان نص ماتا يا زول. ألا تخشى الله؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. عشان كده ربنا قال إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. وده يا أخواننا شرط مهم، لا بد الناس ما تقول أنا ما عندي شغلة بس، لا لازم تبعد منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، أي اعتقد بطلان العبادة التي تصرف لهؤلاء الصالحين والطالحين، يعتقد إنه هذه العبادة باطلة، فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. لابد مع لا إله إلا الله تعتقد إنه ما في غير ربنا بيستحق العبادة، وأن من صرفت له أي أنواع العبادة من العبادات أن هذه العبادة عبادة باطلة لا يستحقها، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والقصص هذه القصة الفوائد فيها كثيرة والعبر فيها كثيرة، والذي يتأمل فيها يكون له أسوة حسنة في هذا النبي الكريم نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج همومنا. اللهم لا تدع لنا مقاما في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا يا حي يا قيوم.
وقوموا إلى الصلاة يرحمكم. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.